حقيقة يعني ما والله كان ودي أطلع يعني بسبب شدة الحرارة. يعني الحين عز الحر جمرة الغيقيلة اللي يسمونها، يعني حرارة مو طبيعية، وهالسنة بالذات تعرفون الحرارة تخلي الواحد كله سايح. مني متردد، لكن قال ايش حدك على المر؟ قال لي امر منه اللي هو البلد قاعدة هالشكل، زهقت قلت امري لله بروح ان شاء الله، وان شاء الله تكون سهالات علينا بالحر ويشوف شو حصل وما حصل. والحداق يعني حد يعني عموما الفترة هذه الفترة الحداق من أضعف المواسم، يعني الصيف هذا تصب سبعة هذا أضعف شيء، لكن الإنسان دائما في رجع، والمهم يتحرك يتصل النار ويستانس ويشوف. أنا اليوم طالع حشرة سبعة الاثنين، يعني الماية ما راح تعدى إلا بعد يومين، فنختصر الوقت ناخذ مكان إن شاء الله، ونبرح خور مفتح يعني مريح قاعدة حلوة، والله كريم إن شاء الله أن نستانس رغم الحر هذا إن شاء الله، توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الحمد، وصلنا مدينة الخيران البحرية. طبعا أنا الحين اتجه إلى خار مفتح، يبينا مسافة على ما نوصل، وإن شاء الله تسهل أمورنا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا خار مفتح، الأمور هادية جدا، طبعا نص الأسبوع حركة خفيفة، إن شاء الله أهم شيء نحس إن مكان يعني فترة الصيف هاي الكرفانات يعني هذه فترتهم، لكن سيف خار مفتح كبير طويل، وإن شاء الله نلقى لنا مكان إن شاء الله يكون يعني نفس ذيك المرة ملازق، وناخذ راحتنا ونشوف إن شاء الله. خرمش ظلمة ماكو شيء، لكن خلينا نشوف إن شاء الله، إن شاء الله نشوف لنا فجة بين الكرفانات، أو إذا حصل مكاننا الأول زين. في هني فجة بس قريبة عند المسنة، طبعا المسنة راح تكون إزعاج يعني طراريد نازلة وكتسكيات والسوالف، نصير بالنص أحسن شوي. لكن أنا قاعد أشوف المرة مليان المكان.
موسيقى داخل الصف الثاني في القارة دي. يعني احنا نتضايق من الكرفانات اللي يجون يحجون المكان، ترى نص الكرفانات هذه او ثلاث ارباعها ما فيها احد، بس ماخذين المكان وحاجين، يجي راحي كرفان ما يلقى له مكان، السبه ان حاجينه ولا لهم حق في الشيء هذا. انت تجي بكرفانك اقعد استانس، واذا خلصت توكل على الله، خل غيرك يعني. لكن انك تجي تحجز المكان عن غيرك، هذا شيء مو صحيح. الى الان ماني قادر القى مكان ممكن اقعد فيه. فجه فجه لا حول ولا قوه الا بالله. هو كل هذا المكان، هذا ممكن، ممكن هذا بين دولة. بس فطيني هذا كرفان مسكر بس كذي. بسم الله إن شاء الله أقدر أمر براحة، أصيف حالي شوي إن شاء الله ما يحك. الله عالي، أنا في قدام هناك، والله صعب، إن شاء الله ما يحب. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما شفتوا يعني المعاناة، يعني الكرفانات، وخاصة مع اللي يحجزون المكان، يعني يجي حجز شهر شهرين، وهذا ترى قانونا ما يصير يعني. صار في أماكن ثانية والبلدية شالتهم، لكن ماكو فايدة، في ناس ما يعني ما ترد يعني. لكن الحمد لله على الأقل حصلنا مكين ونبي نقعد فيه، وإن شاء الله نستانس. والحين العادة نبي نضبط الكرفانة متمايل، لازم أحط له الشغلة هذه
والله يسهل ان شاء الله. يلا توكلنا على الله. الرحيم، مثل ما تشوفون هذا الكرفان وراي في مسافة بيني وبينه، وهذا الكرفان اللي قدامي بالنص. والعادة مشكلة الكرفان الميلان الأرض، فلازم إني أنا أحط مال التوازن لأنه نازل، فلازم إني أحطه يرتفع شوي عشان داخله تكون مرتاح يعني. توكل على الله. أخيراً ضبطنا، يلا ضبط شغلنا ونحط شغلاتنا، نحاول نحط الستلايت. يعني اليوم ما في طبعاً نزلة بحر لأن الماية الحين ثبر ومتأخرين اليوم، يعني اختصار للطريق ونقعد. بكرة إن شاء الله نبلش بإذن الله. إن شاء الله توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نروح نتمشى شوي للسيف، الجو حد هادي والله، الأجواء لا بأس فيها يعني، يقدر واحد يقعد. بس إنه متأخر يعني، أنا جيت متأخر والماية ثبر، ف نريح اليوم. قمرة شوية شوفوا وين توصل الماية. أعتقد أن هذه ماية النهار، ذيك المرة كنت أحدي قدام. شوف الماية وين واصلة، هذا الماية. يعني إذا رشت تصير هذه حالة، شوفون تنزل مني تصير حالة. وين الماية كلش رايحة، مع ان الخور حتى لو الماية رايحة ساعات حصل فيها صيد يعني، بس نوفر جهد بعدين ان شاء الله. شوف الماية قاعدة ترش يعني، الحين بداية رشة، بداية رشة يعني. حداق الصبح حلو، لكن أنا ما فيني شدة مثل قبل، أقعد للصبح وأقوم أحدق الصبح. هذاك أول، هذاك أول يوم أنه نحدق حق صبيطية، لكن الحين حنا مجرد نطلع نغير جو. الطراريد هذا شوف طرادة هني قاعدين يحدقون داخل، شوفونهم في بعض الطراريد. الجو هادية حلوة، والله عاد أنا مسوي لي قراقير جديدة صغيرة أبي أجربها، بس الحين ما في مجال يعني. ولا في هذاك سوري، في سوري الله. اليوم راح إن شاء الله، بكرة إن شاء الله بكرة نبلش الباكر، حتى الماية مبكرة يعني. ماما أنا أحب أن تكون الماية بعد يعني رشتها بعد صلاة العشاء، عشان يكون عندك مجال ويهدى الخور ويدش اسمك بعد ما توقف الجتسكيات والطراريد. ها تكون يعني فرصة حلوة. الله كريم إن شاء الله.
يكفي هالماي، منظر الماي شعور حلو. يلا الحمد لله نريح هناك، روح الكرفان مكاننا زين الحمد لله، مو لاصق هذا كرفاننا يعني مكانه لا باس فيه. وساعات اذا صارت زحمه والله نذكر ان الكرفانات ان كرفان لازق بالثاني، شو يسوون؟ خلاص مضطر. الحمد لله صلينا تعشينا وخلصنا، حطينا ستلايت كل شيء، نريح شوي وننام نشوف فاكر شو يصير ان شاء الله. الحمد لله احنا ما فيها شجيرات تعطيك شعور بري على بحري. وانا اقول لها تصبحون على خير ان شاء الله، باكر نشوف شو يصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا اليوم الثاني، الأجواء ممتازة، صحيح حر لكن دائما المناطق الساحلية الماء يلطف شويها، يكسر يعني حدة الحرارة شوي، والأجواء جدا ما شاء الله ممتازة والحمد لله. ريحنا البارح والحين مهامنا اليومية، وهي طبعا نحط البنزين للمكاين.
بنينا هذه اللي بنهبي هذه، ان نظام الكهرباء عندي، وانا يعني حسب تجربتي انصح فيها ان تكون عندك ماكينتين، ماكينه تشتغل بالليل، يعني هذه حق الليل حق النوم، يعني شغلها يعني اولها تكون اوله يعني الساعه 1 بالليل تعطي 12 ساعه الى اليوم الساعه 1 فتعطي 12 ساعه. فهني اجي على هذه اللي مالت النهار، اشغل هذه بس النهار تشتغل من الوحدة الى الساعه 1 بالليل، سكرها تشغل هذه. يعني هذه فيها ميزه المكاين ترتاح، ما يصير عليها دق 24 ساعه، يعني يصير باليوم تشتغل كل وحده 12 ساعه، يعني باليوم ال 24 تشتغل 12 ساعه. فهذا يعني يعطي يعني ما يرهقها ويطول من عمرها يعني وترتاح يعني. فانا دائما افضل، انا كنت كان قبل كرفاني القديم استعمل وحده يعني، ولكن تسبب لي مشاكل ساعات تحتار على هدك، ساعات تعطلت وهق ما عندي سبير. يعني هذه الميزة الثانية فيها، لو تعطلت واحدة ثانية ممكن تصير لك سبير تكفي اليومين ثلاثة لما ترجع. فهذه الطريقة جدا فعالة، وطبعا على حسب استهلاك الكهرباء عندك، يعني تشوف الكهرباء هذه يعني تعطي 3000 ماكس 3000 واط، فأنت لازم يكون عندك أقل شيء يعني 2000 استهلاكك 2000 واط، يعني 2500 بالكثير ما بين المكيف والثلاجة فريزر تلفزيون، يعني الحدود هذه. إذا هذه عندك الحدود 2500 2300 هذه تعطي مرتاحة تعطيك 12 ساعة. الله يوفق الجميع إن شاء الله. بنبلش بهذه. خلصنا المكاين صفينا فيها، الحين الشغلة الثانية اللي هي الجراكل هذه اللي استعملتها أرد أفولها وأخليها احتياط لما أجي بعدين أصب المليانين مرتاحين ما أصبه وأعبي، وهذه طريقة مريحة إن شاء الله. توكل على الله. هذا من المهام اليومية طلع البنزين، توكل على الله انك قاعد داخل المكيف. بسم الله الرحمن الرحيم. بوصل السيف شوية اشوفه في النار. هذه جرد حربانة. مالت الليل أو العصر.
حار لكن رطب، في رطوبة خفيفة. هذه حفرة سبحان الله. ان شاء الله يومين تصير مات الليل نبلش نحجك ان شاء الله. يعني الحين ما اعتقد، يعني نجرب ان شاء الله، اذا شفنا في مجال قطنا سنارة المغربيات لو الماء يذبر نشوف. الله كريم. الطلعة هذه يعني للحر وللسوالف يصير اغلبها يعني برامجها خفيفة بالحداق يعني. جيت فترات شفت المسنة كنت أقعد عند نفس المسنة أقعد عندها مع أنها زحمة، بس ليش؟ ما كانوا حاطين شبك عند المارينا، فكنت احدق بالسيف اللي يعني على المارينا وكان فيها صيد حلو، لكن تالي سكروه ما في مجال. هذا طبع الحداق، تغلغص دور اي اماكن يعني ممكن نحصل فيها صيد، وهذا يدش فيها يعني حاول. الحمد لله الأمور كلها طيبة إن شاء الله، والله يتمم إن شاء الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحين بيصير المغرب وقررت إني أنزل بعد المغرب، يعني بدل ما انا قاعد اقرب احذف لو ان الماء ذبر، ويعني المهم نستانس تخف شوي الازعاج وان شاء الله نشوف. وبشوف اللي في قراقير صغيره مسويها، ابي اجرب اتسلى فيها ونشوف شو يصير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جهزنا شغلنا ننطلق ان شاء الله حق السيف. والله الجو رطب، صار في رطوبه، توكل على الله لأن الماية جرب لا إلا واسع. بسم الله. اليوم توازن شوية، في عوائل اليوم جاية. الله كريم ان شاء الله.
حدك سنارة واحدة كافية، الماية ما في ذك الماية. بسم الله. زين في ماي شويه ما راحت. هذا مكاننا نقعد هني. بسم الله ما نقول له نعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات شر ما خلق. نجهز هذه القعدة والليتات ونضبط شغلنا. والله كريم. الرحمن الرحيم. بتشوفون هذا القرقور اللي مسويه، قرقور صغير حق الزوري. هذه أول مرة أجربه، إن شاء الله ينجح. بيته تشوفون هذه ضغط عليها شوي طحين، وهذا قرقور أصغر قرقور تقدر تقول عنه أصغر قرقور. شوفوا قرقور صغير حده، فبقط فيه عجينة صغيرة وحذف جنب. هذه كلها تجارب، مو شيء مؤكد يعني، قد تنجح قد ما تنجح ما أدري. هذه عجينة راح اقطها، بس خلنا نطلع الخيط اللي داخل. هذا الخيط شكله هذا، عاد شلون نطلعه؟ سمي بيه طلعه عدل. ليه تشربك؟ اذا تشربك علينا ماكو فايدة. ايه ان شاء الله يطلع. قط العجينة داخل، نقط فيه شوية طحين. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا سنارة بنبلش، لكن يعني شنو شعورك توك حاط سنارة بالهدف بدون طراد يصير قدامك؟ الله شلون هذا؟ ان شاء الله ما يقعدون، ان شاء الله يقعدون. شوف الشقي خربان او شيء بيصلحونه. الله كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل ما شفتوا اللاية، أنا في دامي طرات ثاني نحوجت لما خلاني يعني أحذف، قلت له يا مهود وخر قاعد أحذف خفة يعني. الليلة هي تسخين، أعتبرها تسخين حق الأيام الجاية إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما انبرت الا نبرة واحدة بس. يسحبها نشوف ان شاء الله ما تكون جايبة. الحمد لله شهرت لكن طلعت، يعني اليوم الوضع ما يونس. ثبر في ناس هني جنبي يسبحون طبعا ازعاج، طراريد كل ساعه صافطه، هذه كلها ما تساعد. هل يعني قلت اليوم بس مجرد يعني نجرب قراقير نشوف، وان شاء الله بكره عقب بكره تصير تالي الليل يهدى كل الوضع ان شاء الله. رطوبه والله اليوم، هاي بيلها مروحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة إزعاج جنبي يسبحون طبعا، هذا ما يساعد، خلنا نقلها بهيج شوي وقطع من هناك شو تبين شيء.
الله الرحمن الرحيم. خلاص حداقنا، بس الحقيقة كان حداق متعب. يعني الحداق بالجو الحار يرهق الواحد، يحس ان الواحد جسمه يعني من عند ولا في شيء. مثل ما شفتوا انا قاعد احدق ثبر، ما رايحة فوق هالازعاج. يعني كانوا ناس عندي قريب يسبحون هاي الطراريد، والعجيب اجد سكيات بالليل. اللي عارفه انه بعد المغرب قانونا الجيت سكيات توقف، لكن انا اشوف هاي ناس يستلذون بكسر القانون. تشوفهم بالليل ينزلون سراقه رايحين جايين، والعجيب شنو قدام خفر السواحل اللي هو المفروض تطلع منه الطراريد اللي يراقبون هالاشياء هذه. لكن لا حول ولا قوة الا بالله. الشيء الثاني انا كنت اجرب القراقيل. في قرقورين سويتهم، قرقور من الحافظات البلاستيكية، وسويت هذا بطل ما يفصحه. الحافظ البلاستيكي فشل صراحة. أقطه مجرد ما يمر طراد أو موجة كذا أشوفه رد للسيف، مع أنه مخرق وحاط فيه أربع بلود وحاط فيه صخرة، لكن ما يثبت. يعني لو يغطس يجي الموجة تزب. هذا الصغير اللي سبحان الله تشوفونه هذا، من أحذفه يغطس يقعد مكانه ما يحرك الموج، بس إنه ما في زوري على أساس يبين إنه دخل فيه. فهذا أعتقد إنه هو اللي نجح، وإن شاء الله نجربه مرات ثانية ونتقن يعني اللي فيه، وإن شاء الله إنه يصيد بإذن الله. المهم إن إحنا اليوم سخنا، تحركنا شوي من عقب قاعدة طويلة، ويعني شفنا الأجواء، شفنا الوضع. فإذا في شيء إن شاء الله بعد يومين الماء يصير بالليل. إذا صارت بالليل رشة بالليل هني أنت رجع، مع أنه مثل ما ذكرت أن الفترة هذه أضعف مواسم صيد، يعني صيد الحداق على سياب شهر 7 هذا شيء طبيعي، لكن الله كريم إن شاء الله. المهم إحنا نطلع للتغيير، بدل القعدة بالبيت نطلع نتحرك ونستفيد ونكسر الملل والحمد لله. ونقولكم تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة بغير مكاني، المكان يعني ما يشجع. خار مفتح حلو وأنا أحبه وأحب الحداق فيه وزمانتي، لكن الحين مع الزحمة وخاصة الحين عطلة صيفية وبكرة الخميس الجمعة راح يصير إزعاج شديد، يعني لا من ناحية الناس يعني يسبحون طراري تسكيات، يعني اللي يحب الهدوء والحداق ما راح يصلح له. فيعني ما في فايدة أقعد، يعني أنا جاي أبي أغير جو قاعدة. والصيد أنا متوقع لأن شهر 7 هذا معروف يعني شحيح في الصيد للحرارة يعني، وفوق هذا أنا شوي تعبت يعني، الحرارة عدت حيل يعني أحس بإرهاق لما أتحرك، لما حدك أحس الحرارة لها تأثير يعني. يعني خاطري أني أروح المكان ما أنزل واجد، يعني في السنارة قريبة عندي وكله قاعد بالكرفان وشوي هدوء. لو الصيد يمكن فيه يمكن ما فيه، المهم الواحد يسمونه راحة البال. والله يسهل أمرنا إن شاء الله ونشوف شنو يصير إن شاء الله. بسم الله والحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إن شاء الله بس ما تكون الطلعة سهلة علينا، الرصيف شوي عالي.
يلا بنصير العصر شوية يعني الجو لباس. إن شاء الله عاد المكان اللي بروح له القهوة كان يعني بس كان فترة العطلة الصيفية كل يطلع يعني في ناس تسافر في ناس ما تسافر شاليهات يجون البحر كرفانات فشيء طبيعي إن يصير زحمة في الصيف يعني بالنسبة لنا إحنا متقاعدين نستأنس أيام الشغل يعني الدراسة الدوامات هني نأخذ راحتنا يعني نطلع نحدق هدوء لكن الصيف لا يصير شوية علينا زحمة لكن الواحد ما يمنع نفسه يطلع والله يسهل أمره إن شاء الله. عجيب عاد كأنك في الانهار يطلع لك جاموس ولا خنزير بس سبحان الله صار مربى للطيور تظللون فيه سبحان الله ان شاء الله انه ما يشيلونه يعني قد هذا يعني منظر حلو حبلته يعني اشتغل الواحد يخاف من هالأحراش هذه دواب ثعابين كل شيء يصير فيها ريحة العشب عجيبة سبحان الله ذكرتني بالله صب مال ورا الجارة كنا نروح نتجنص من شو شوف الهواء شوف ما شاء الله اليوم هوا اليوم الحقيقة اليوم هوا تارس يعني حيل تارس منظر جميل قاعدة ترقص ان شاء الله تبارك الرحمن هذا وقته بالحر هذا وقته بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ايش رايكم يا
تجوع الحلو هذا، مو احسن من القعده تتمشى، تصور المناظر حلوه، تاكل مبرد، حد احسن من هذه؟ انا قاعد اتمنى. الحمد لله. الرحيم جينا مكاننا القديم، هذا المكان اللي مريح صحيح ما في ذاك الصيد، لكن القعدة فيه مريحة، تقعد تخلي سنارتك وانت داخل كرمان، يعني ما تبذل جهد. هناك كان متعب مع الحرارة، أول أيام باردة ما في مشكلة يعني تروح كذا، لكن الحرارة تتعب، خاصة احنا شوية نتعب يعني، أيام قبل ما كنا نتعب نتحمل، لكن الحمد لله ما في أحد حتى الآن، نقعد مكاننا ونريح، والماية إن شاء الله تصير متأخرة يكون فيها رجع إن شاء الله. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. الله يسهل امرنا ان شاء الله. هوا اليوم حر، بس يبقى هادئ، كان هادئ. نشوف الليلة باكر عقب ما يتأخر، ورزق الله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا صحيح الصيد ضعيف مو مثل الأول، لكن ساعات يعني الله سبحانه وتعالى يرزقك، يعني الله كريم إن شاء الله، توكل على الله. السلام عليكم. مثل ما تشوفون هذه الأجواء اليوم، كنت بحدق قلت ما تسوى لأن أريح اليوم، لكن هدوء هني يعني قايمين من النوم مريحين الحمد لله. Thank you.
لكن الشيء اللي أنا أنبه عليه حداقة يا جماعة، لا تقطون الميادين قط الشكل وياه، يعني هذه شغلة خطرة. يعني أنا قاعد حاط كرسي وقاعد أمشي زين، انتبهت هذا ميدارين مثل ما تشوفون مفتوحين، هذا الميدارين وياهم البلد. يعني لو أنا ماشي ضاربهم داش هذا المدار في رجلي مصدي، على طول راح يكون التهاب وغرغرينا، لازم مستشفى وبراح نتسمم. ما يجوز يا شباب، انت خرب خيطك تجمعه قطه حطه بكيس وقطه بالزباله ولا اخذه وياك وقطه. ما يصير انك انت تقطه هالشكل، في ناس تمشي اللي رايح ما يدري يحدق ولا هو منتبه يدش، هذا تكسب اثم على هالشيء، هذا انك ضريت العالم. يعني الواحد يكسب اجر اذا أماط شيء من الطريق اللي يهذي المسلمين، أنت تجي تقطع علشان تهذيهم. إن شاء الله أنكم تنتبهون بعض الشباب لهذه الشغلة. نروح نقط خيط من السنارة ونشوف شو ضايق من الشارع، إنه ما نكسع شاير. شوف اليوم ما عنده
الانسان يترجى الله يجيب لك واهلا ان شاء الله. أبو ما في لكن لله الحمد يعني وفقنا الليله شهري طيب فرحة الصيد يعني اللهم لك الحمد كان نايم عليه ما شفت نافر يعني نافر ما شفت لكن كنت صارت معاي اني اجي على قبل اسحب والقى فيها اسحب والحمد لله ولقينا السبت الطيبة اللهم لك الحمد. هذه آخر سحبة الهواء طاح إن شاء الله شوية لكن إحنا صار كان ليل والحمد لله يعني اليوم طلع نتيجة ترجع يعني يعطينا أمل باكر إن شاء الله إنه ممكن نحصل مثل اليوم شكله باكر هواء يمكن مثل هواء أو أكثر يعني بهالمنطقة لكن المهم الواحد مرتاح هدوء قاعدة حلوة والحمد لله وأنا أقول لك تكون على خير ونشوف باقي الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا اليوم الثاني في المكان مثل ما شفتوا في هواء بس هواء أخف. الصبح كان شديد يعني كان قوي لكن بفضل الله بدأ يطيح إن شاء الله هذه الليلة ويصير الجو أحسن بإذن الله. لكن عموما الأجواء رائعة حلوة الله يتمم واليوم جاي كربان صوب الثاني إن شاء الله نستانس بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شاحن برت نبرتين ما أدري عنها بشوف مع النزعاج وتراريد لكن يمكن إذا فيها شيء كلاب دول ولا بزيمي إن شاء الله ما تكون شاهدة. مثل ما قلت جيمي
الشيمي يطلع بالحر، يطلع ازعاج ما ازعاج لكن يطلع. رده بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الماشوه وين قاعدين، قبال السنارة. الحقيقة قطعت لي سنارة يعني هالظهرية، يعني مو مال صيد، قطعتها قريب مخليها كذي، حاط فيها خثاك مخليها. هذا راعي المشوة يوم قطعتها كان هناك، كان يجي بين الخيط وبين السنارة قاعد يمشي على الصخر. يعني وصلت لهالدرجة، غير الجيتسكيات وطراريد، يعني مساعة خبة. لكن اشوف انه قاطها قريب، يعني بس مجرد اشوف سناره قاطها. الليله ان شاء الله الله كريم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أول سحبة بعد ما قطيتها بعد المغرب، الأولى هي مع لحطتها والثانية ماكلينة، يعني في نويتف لا حين الماية مرتفعت. الله كريم.
الله الرحمن الرحيم. اليوم ما بين شيء، لأن اليوم شوي الهواء أقب، لكن كلش ما بين شيء. يعني ممكن ترجب الثبر بردة الماية، لعل وعسى يمكن يحوشنا شيء. يعني الله كريم، ما تدري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه آخر سحبة اليوم، ما في نصيب. جايز اليوم زحمة زايدة، اليوم زحمة ضراريد رايحة جاية، وممكن مع الهواء ما في سمجد أشد. لو في سمجد أشد كان صار نصيب. إن شاء الله أشوف بكرة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلص هداك اليوم، عنا اليوم ما شاء الله السيف كله حداك. أوريكم بالصيد توابيت إن شاء الله باكر، يعني ما متأخرة وحلوة، لكن هاي الإزعاج، الإزعاج له تأثير وشيء نصيب. مع أن أنا مرني صديق الله يذكره بالخير، اليوم قاعد يسولف وياي، يصيد، مو ما يصيد يعني، يروح أماكن، طبعاً ما راح أقول وين يروح، يروح أماكن لكن متعبة، أنا بالنسبة لي ما أقدر أوصلها، فيتوفق يعني، يروح. يعني أماكن فيها صعوبة على ما يوصل، يقول والله توفق صايد شعار كبار، وتوفق له في سكن ما شاء الله، صايد له سكن.
الصيد توافيج يعني وحظ ونصيب والحمد لله. المهم إنه قاعدنا مستانسين كله قاعدتنا داخل الكرفان بالمكيف وقاعدين مرتاحين، لو صار في شيء طلعنا، ما صار شيء قاعدين الحمد لله إذا إيش علينا. اللهم لك الحمد، تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يوم آخر من الرحلة، ومثل ما تشوفون الأجواء اليوم صافية، الهواء طايح وأجواء حلوة بس حرارة. يعني ميزة الهواء إذا صار فيه هواء إنه يخفض من درجة الحرارة، وإذا الهواء طاح يصير جو حلو لكن تكون الحرارة تزيد. هذا الشيء لاحظته، لكن إن شاء الله نستانس اليوم نتمتع. هذه الأجواء اليوم. حذفنا السنارة، قطيناها قريب. متعجب من الحمام اللي بهالحر يطير، ظاهر حشة تحت الجسر، يجي يدور أكل من الشجرة ويرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم زايرنا الحفيد، يقول بيستانس شوي، حدق مني حط سنارته، الله يوفقه، يمكن هو يصيد، لو انا ما صيد يمكن هو يصيد. شغلات اللي جايبه حلو، دايم عندك شغلات مفاجآت. الحقيقة منظر ساحر، ما ناقصنا الخضرة. اللي هو نفس السيكل بس على ماي. اي ما شاء الله. هذا دايب ها؟ عندك يبقى فاش بلاستيك. ينوكل ولا ما ينوكل؟ اي نوكل. عندك فاش بلاستيك؟ لا لا انا شلته. خلاص هذا لازم اسكر التصوير ماي. لازم ناكل. لا أنا بتعلم منك، شوف شنو الطريقة. إيه لا 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 يشير، لا يشير هني. ما شاء الله مزيمي، أنا متوقع مزيمي نفسي أمس. عاش 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 التلميذ لما يجي يصير مثل المعلم ماله. تعرف هذا شنو؟ هذا اسمه بجيمي بالباء، بجيمي. امسكها يلا طلع شاكها من العين. لا لا انا راح اخذ من اليم مالك، انت ظاهر يمك احسن من يمي. ترى ربياني حدق بربيان مثلج شاري من الجمعية. هذا وشوف اللي صاد فيه هذا الربيان.
بسم الله. يلا ان شاء الله صيدة ثانية احسن ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الصيدة الثانية لعبد الرحمن. الحين خلينا نشوف شنو هي. هذه قرقفانة. هذه قرقفانة ما شاء الله. شيء حلو. صدق انه مو احجام لكن يكفي انك تطلع تستمتع بالسحب. صح ولا لا؟ صح. يلا موفق ان شاء الله. ان شاء الله تجيب العودة. بعد انتظار جت قرقفانة طيبة. هاي سوالفها طقت طقت طقتين قامت لحست قامت تاخذ شوي 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 توقف. حارفة ان المدار ضاربها لكن الحمد لله ما راحت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه آخر سحبة. خلص حداقنا اليوم. وما مثل ما شفتوا أحداث اليوم. اليوم كله كان إزعاج. جدا إزعاج شيء مو طبيعي. فزين توفقنا اليوم القرقفانة. يعني هذه شلون طلعت ما أدري. لكن الحمد لله الأجواء اليوم زينة. ما تشوفون. ونشوف بادر. يعني الزحمة. يعني احنا المكان هذا داوست عليه اواخر 2015 يعني جيت 2016 يعني يمكن قبل 7 سنين ما كنت اشوف يعني ما بنيان ما قام ما كنت اشوف هالطراريد والجنسكيات يعني قليل نادر يمر طراد يعني الطراد اللي دائما اشوفه رايح جاي هو طراد مال المشروع اللي دائم يتفقد المواقع يروح يجي هذا اللي كنت دائما اشوفه ما كان في طراريد فكان في هدوء سمكه حيه ما قطت سناره لنابر يعني وكل سمكه موجوده
طبعا تغير، قام يعني العمار قام، والناس كثرت، طراريد رايحة طراريد جاية، حتى الجيتسكيات في الليل قاعد تمشي، فشيء طبيعي ان الازعاج هذا يأثر. ولا تنسون الدخان مال المكاين، الكثرة هذه يعني تدرس البحر من الزيت والسوالف تأثر، فشيء طبيعي انها تأثر، دوام الحال من المحال. لكن احنا نطلع نستانس، وان جاء شيء جاء، ما جاء القعدة هذه حلوة والحمد لله. نشوف باكر ايش يصير. تابعونا على خير. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أجواء اليوم، أجواء جدا صافية، ولا الحين ما طلعت، إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله نطلع نشوف الليلة، برنامجنا الليلة والحداك إن شاء الله. نصور غياب الشمس شلون تنزل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم هذا يوم آخر، وكوني ببلش حداك، كوني حاط السنانير، فأشوفهم الأجواء اليوم مثل ما أنتم شايفين هادية، ما في هواء لكن في رطوبة، وطبعا يدل هذا على أن كوست هو هواء جنوب واللي يجيب الرطوبة، لأن الشمال أريح شوي أبرد وخف، لكن اللي يجي من الله كله بركة إن شاء الله. إذا شو رح مالحين والله كله. Thank you.
الله كريم ان شاء الله شوحناهم. تو المايه لا الحين ما رشت يعني لا الحين زبر، لكن ما يندرى. وانا الحقيقه حاط تشوفون ليتات، تشوفونها ليت اخضر وليت اصفر. الاصفر هذا طبعا يمثل نادي القادسيه، والاخضر يمثل نادي العربي. مباراة بينهم، منو اللي يجيب هدف نشوف طالع نتيجة المباريات. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الآن المباراة ما في أي شغلات فنية، هدوء. لكن ممكن نعذر أن اليوم رطوبة، فعلا اليوم كوس رطوبة يعني ضايقت له شوي، اضطريت اني اجيب هذه هالمروحة الحليوة وحطيتها صوبي. فعلا انها تساعد لما يجيك هواء ومع الرطوبة، الرطوبة تصير شوي عليك حلوة يعني برد عليك. فخوش فكرة يعني، يعني فت ما اخذها عنديك المرة، ما استعملتها يمكن مرة وخليتها، وسبحان الله شحنتها على الشحن وما شاء الله. هذه ان شاء الله تعطينا ساعتين ثلاث وتقدر تشبكها على شاحن وتقعد تشتغل على طول، ودفعها زين لا باس فيه. والله كريم ان شاء الله اليوم يبين معانا شيء ان شاء الله. اليوم هدوء اكثر من امس، اليوم هدوء، لكن ما راح يبين الا بعدين، بعد ساعتين ثلاث اتوقع اذا دشت سمكه مع الهدوء وصار حظنا زين ان دشت سمكه بهالخور، ان ان شاء الله نتوفق ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أول صيدة نقاق صغيرة، هذه لو على قبل على طول شكيتها وحذفتها، لكن حنا ولاقي الأقرقوان على الشهرية وين ترجص بيضي من ردها. أنا غيرت صراحة نادي العربي، حطيت نادي الحاحيل هو اللي جاهز، ما طلع منه شيء العربي. والله كذا القادسية لها الحين متقدم في نقاقة. الحركة بسم الله الرحمن الرحيم. فترة بريك راحة للعشاء، وهذا عشانا سندويشات فول جاهز طبعا مطبوخ وجاهز يعني ثلج، ويتسخن مع فول مع الفصل والطماط معجون
وصراحة أنصح بالخبز هذا اللي هو خبز المطاحن، ما اللي يسمونه خبز الشاورما، ممتاز ممتاز حق السندويشات يعني لأي شيء. فأنا جربته وما شاء الله يعني لذيذ وزين. نقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما في شيء، الحين أكثر من 4 ساعات وأنا قاعد أحدق نابر خفيف يأكلونه، ما طلعت إلا النقاقة اللي شفتوها، وعندي حداق هني صاد له نقاقة، حتى جابها لي بالفريالة ولا نقاقة. فسبحان مغير الأحوال، هذا المكان اللي كنا نطلع فيه كل سمكة الحين مثل شو، بس حط سرانير لذات وبدل هذا وبدل هذا، بس سبحان الله. فقلت أقول راح الزمان اللي به الصيد حاضر، راح الزمان اللي به الصيد حاضر، كل ما تقط الخيط ينبر على طول. واليوم تقعد تحتري يجيك نابر واللي ينبر كأنك مشي مدخل نقو، هذه حالتنا. يقول الله كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر ان الابيات سوت شغل، يعني طلعت نتيجه الحمد لله. انا خش قرقفانا بسم الله الرحمن الرحيم. هذه اخر سحبه، شوف الله كريم.
الله الرحمن الرحيم. خلص حداقنا اليوم الحمد لله. يعني الواحد ناخذ من تجربة اليوم، أنا أنصح الحداقة اللي يعني ما يعرف شعر يحاول يتعلم الشعر، يعني لو ما صاد طول يقول له بيت بيتين يمكن يجي يعني صيد مثل ما حصل اليوم. الله يوفق الجميع، تصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والحين بتحرك، يعني الليلة اليوم هذا راح يكون ختامي للرحلة، والحقيقة بروح المكان يعني مو في ذاك الصيد، ما في ذاك الصيد، ولكن يعني أنا أحب القعدة فيه، يعني ما صدت له من زمان. يمكن في مكان هو يعني مو منعزل، لكن في قعدة حلوة أنا دائما أتردد يعني أقعد فيها يعني واستأنس، ونروح الليلة نقعد يعني بقعد سنارة طبعا وأعيش الأجواء هذا التغيير. يعني إني ما قصرت كم ليلة، أنا قاعد يعني خلت حقي واستأنسنا والحمد لله، ونختمها هناك وإن شاء الله باكر رادين والله يسهل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا تكرمون مجاري، لكن صارت عندي مشكلة. المشكلة ان هذه الدريشة الزجاج طاح، احاول اني ارفعها ما يرتفع، كان وقف كذي شوي 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 نزل طاح، يعني في شيء فلت مو هو راضي يمسكه. الله يعينه، توكل على الله. لحق على مكاننا قبل الظلام، يعني شوفه حصل مكان للسيارة، ما نحصل هذا أهم شيء. الله يسهل إن شاء الله. هذه واحدة، وهناك واحدة، لا أعتقد هناك هذيك، هذه صعبة. عاد اروح اوصل الدوار وارجع، انا ابي اطلع على طول مني، باخذ الطريق الاول هذا واطلع منه. الطريق الاول هذا بسم الله يروح مع الطريق ذاك، مشكلة السيارات في وجهي. الواحد يمشي مخالف غلط، السيارات تجي لازم اروح الدوار وارجع. أحيانا التجول يكسر الملل والرتابة، ما أعرف أسلم علي أجزاء خير شبه علي. يمكن نكمل إن شاء الله، إن شاء الله يكون مكانه موجود ونستأنس فيه الليلة. والله كريم أهل الشلهات، شوف الشارع، شو شلون صاير الشارع. المشكلة كلها عند طراريد وسحبونها، كل احبر مقبب. هذا الطريق يبي له الشلع من جديد. هذه الاحراش تذكرون قبل فترة بالربيع جيت مشيت فيها، قاعد تشرب جاي، كانت خضرة وهالبلابل وهالحصافير. سبحان الله شوفوا الحين شلون الصيف حرق العيش بحرق.
شاء الله يجينا وسم ثاني وثاني، يصير اخبر باذن الله ان قربنا مكاننا. انا مكاني اللي هي المسنه اللي عند قبل الخبر اللي تجي عليها اليخوت واللنجات، هاي مكسره شوي يعني ما عاد يصبطون فيها، ففي مكان الواحد يقدر يقعد يعني قاعده وحدق. فان شاء الله القى مكان للسياره الليله اقضي يعني قبل لا ارجع باكر. في اماكن كلها ذكريات يعني، لو ما هو ذاك الصيد لكن قعدتها حلوه تستانس تتردد عليها يعني قعدتها حلوه. ان شاء الله نحصل مكان ان شاء الله. هذا المكان هذا والله سيائر، والله والله هل سيائر اسمه مشكلة ظاهر. أنا شغلي بالليل، إن شاء الله بالليل ما في يعني ما يوقفون طراريد ولا شيء. أنا لازم أوقف مكان ما ضايق أحد ولا أحد ضايق. كله نيجار شبك وأنا ما أقدر أسكر عليه. أنا أقدر أطمر الشبك هذا إن شاء الله ما في مشكلة. خلني أشوف عشان أكون قريب. أفحص ذاك إذا أقدر أدخل الكرفان فيه. بسم الله مشكلة خاف أنا أجيني المكاين حلى الشالية خاف تزعجهم. وهني إذا حطيت الكرفان سكرت على هذا قاعد أفكر أدشني. هذا الشبك مسبب لنا يعني هذا الصيخ لو انه مو موجود ما في مشكلة اقدر بعد. ان له حيلة فليحذر. الحين كذي سويت لي درب عشان انا لا قعدت هني ما حد يجي عندي. شفتوا شلون الحين جاهز باقي هذا. هذا ما في مشكلة تأكد ما في مسامير أهم شيء. بالطريقة هذه لا أزعج أحد ولا أحد يزعجني. هذا المكان اللي انا بيقعد عليه ب
بس في طرات ان شاء الله بالليل يتحرك. ما حصل قاعدتني. هذه الجامعة الله يعيننا عليها ما تسكر. بسم الله بسم الله. الحين فتحنا طريق لنا عبر الشبك. بسم الله. اقدر اشوف السنارة اللي حاطها. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. ما رايكم بالفكرة؟ سويت لي طريق لا حد يجي مني ولا حد يجي مني. ان شاء الله يتحرك هذا الطراد لان هني تأجير دائما يجون هالصوب يوقفون يخوت طراريد علشان يركبون. السلام عليكم. هذا الليلة قاعد ولا يروح؟ لا قاعد ان شاء الله. الليل بيقعد طول الليل؟ يلا الله كريم. لا سلامتك بس احنا بنقعد لحدك والطراد موجوده. مرسى هنا وقيم. عارف والله عارف. مشكلة نروح ورا منك. الله يوفق الجميع. احنا كنا رابطين ورا خالص عشان برضو ما نعملش زحمة هنا والناس تتكلم وتكلمنا. فالناس بوب قال لي جار قال لك احنا بننزل من هنا. ادري عارف انا هذا عارفه من زمان والله. يلا الله يوفق الجميع. مشكلة. بالليل جيت يعني وفي مكان فاضي ورا نروح لك ورا عادي. والله جزاك الله خير انا ابقى اساس قاعد هنا يعني. جزاك الله خير. متعاونين الجماعة كل بردة وراء. جزاك الله خير. إذا ما رد أنا كنت بقعد هنا إذا ما جاء أحد. شوف المنظر عجيب الساحر. هذاك فور مفتح. أنا كنت قاعد ذيك المرة هناك بس الصراحة ما ارتحت تحت. هذه الأماكن تصلح أيام البرد ونص الأسبوع تصير الماية نص الأسبوع يا سلام. أو يعني الفترات اللي يكون وقت دوام يعني. لكن عطل لا يصير زحمة يسبحون وزعاج. بس هذا المكان عجيب يعني يكفي لو بس تحط كرسي وشايك بس ما يحتاج. حالات لا راحت الماية شوف وخطرة. هذه خطرة يعني
لا راحت الماي طلعت الارض. اذكر مره انا قاعد هناك وكان ترق رايح الماي لكن ما طلعت، وجاي راي جد سكي طاير وكان يضربها، طار فيه وطح، ما ادري حد طح ظهر تعور حد ما يندرى، هذا الحكي زمان انا اتذكر. فهذا من الاماكن الخطره الطراريد يلحم او هذا اللي ما يعرف المكان هذا لازم يعرف ان ترى هني خطر، ما يجي الا اذا المايه ساقيه مو بالذبر الحيل، في مايه مرتفعه بعد ولا راح يتعذى. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحل الأمثل للدريشة هذه، انزلت ما تطلع، تبي لها شغلات كمبيوتر وكذا، فهذا أحسن ما لقيت، سكرتها في هذه الستارة والحمد لله تمشي الحال لباكر إن شاء الله. بسم الله، ماكو أحسن من كذي. بس بسم الله الرحمن الرحيم، وجهزنا القاعدة، بس مشكلتنا الطراريد ان شاء الله ما تزبط، يعني اليوم زبطت هذا الطراد جزاه الله خير، كان قدام ورجع ورا، جاء واحد ثاني وقعد فترة وراح، حطيت اغراضي كان يجي الثالث بس مشى، ان شاء الله ما يجي الرابع. وهذه القاعدة، بس انا احب المكان هذا للقاعدة، والصيد عاد حظ ونصيب. هذه اليوم رطوبة طبعا، جايب المروحة هذه قادتنا، وهذيك السنارة طبعا العربانة فايدتنا، حاط فيها صخر حتى تكون ثابتة، وإن شاء الله بنبلش حداق والله كريم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه اول كم ان شاء الله، اهم شيء ان الطراريد ما تسكنها، ساعتين ما راح تزبط ان شاء الله. والصيد
المهم هذه المكان القعده اللي انا فيها قاعده وكرحه وحكمه والحمد لله الله يتمم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من المشاكل في المكان هذا طرادي بيوقف. انا قاط سنارتي سحبتها الحين وانتظر يخلصون ينزلون اللي ينزلون ولا مشاكل رديت قطعتها. هذه المشكله هني بس. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى الان ماكو شيء كله نابر خفيف ياكلونه. تفاجات وانا حدك هذاك واحد قاعد يغوص تحتي زين ما صدته قاعد يغافص. عاد حظي ما جا غافص اللي عندك. الله كريم. الله يستر. شوف وين يغاوز تحت تحتي. انا خايف اسحب السناره وتكه. الله يستر. مشكله هذه. يصير مثل المقطع اللي نزلته مره واحد صايد له قاعد يغاوز وصاده. هني تحت يدور بواليل وفشكر. هذا المكان معروف يصير فيه بواليل ساعات ويصير فيه فشكر. لكن والله خطر المكان. الله يستر معنا ما صيد هالليلة. أول سمكة هذه نيسرة سمكة حلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قطيت قطة
الجهه هذه. يعني انا اغير مره مني مره مني، شد فاجا شوفوا قدام اللي غاوص وين واصل. بصراحه طريقته خطره، قاعد يغاوص بنص الخور، طراريد رايحه طراريد جايه، يعني المفروض انه ما يغوص هني لانه خطر عليه. وفي ناس راحت بسم الله الرحمن الرحيم، وخلص حداقنا سحبنا السنارة، والحقيقة الصيد جدا ضعيف مع اني انا قاعد على فتحة خور مفتح، وهذا من المداخل الرئيسية للسمك للخواريخ، فهذا يدل على ان الصيد ضعيف بسبب الحرارة. هذه الفترة الجو حارة، اغلب السمك يغزر داخل. مساء سحبت لقيت 300 دير مقصوصة، شفت السنارة انسحبت وقصصة، واغلب شيء هذه تكون عنزة. الحين سحبت الاخيرة لقيت مدار مقصوص. فالمهم الحمد لله انا كان شاوتي، يعني بخاطري اجي اقعد مثل ما قلت، احب هذا المكان قعدته والمناظر اللي فيه، متعة القعدة فيه، لو اني انا متوقع الصيد بيضيع. المهم ان استانسنا وحققت رغبتي وجيت قعدت واستانست، وان شاء الله هذه اخر ليلة، بكرة باذن الله رادين ان شاء الله، وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله الرحمن الرحيم. وخلصت رحلتنا طويلة، يعني تقريبا اعتقد خذينا فيها اسبوع، لكن نعتبرها سفرة داخل الديرة. انا صراحة ما احب السفر كثير يعني، بس دائما سفراتي بالديرة، يعني بدل ما اروح برا 10 ايام مدري كم قلت لي 2000 دينار، وش بشوف يعني، اجي كأني ما رحت هني، على الاقل بالديرة. وديرتنا حلوة، فيها اماكن يقدر الواحد يتجول فيها ويستانس، والحمد لله. يعني المهم الواحد انه يغير جو، تنقل من مكان لمكان، ولو ان هذه الفترة فترة حر شديد، ويعني وأثر والله الحقيقة على الصيد شوي، لكن كلها شهر شهر ونص ويتحدى الجو، والله يسهل امرنا. بس الله يعيننا، اليوم الجامعة هذه اللي طاحت علي راح اسوق وهي مفتوحة، يعني حتى ماني لاقي لو عندي يعني كيس شفاف احطه، بس ما حصلت، على الاقل يعني يمنع الهواء واشوف سيارات. لكن بي الله يعيننا، هذه الرحلات ويطلع برحلات بعض يعني شويه المشاكل، لكن الواحد يتحمل يتحمل، يعني ما في شيء يعني ما له تدفع فيه ثمن وضريبه، لكن بالنهايه انت تكون يعني وصلت اللي تبيه وحققت رغبتك، والحمد لله، وانت وكل على الله. بسم الله والحمد لله، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وإنا إلى ربنا لمنقلبون.
علينا على الأقل 70% من الهواء اللي دش علينا يعني. الحين اقدر اشوف المنظرة بنفس الوقت. تخفض شوي الهواء. يلا توكلنا على الله. يلا زين، طرت علينا الفكرة بفضل الله. وحلينا المشكلة الحمد لله. خفضت شوي الهواء الحار اللي تشغلي، يعني ما قاعد تلحق المكيف في السيارة، لكن الحين لكن تشعر بالمكيف والمنظرة. الحين نبي نختم الرحلة مثل ما بدينا يوم نجي، نبي نختمها ختام طيب خاصة في هالحر، وختامنا كالعادة اللي هو هذا. برد هذا وقته، الحر يبي لك شيء بس بارد، برد عصير شيء بارد يلطف بشوية الجو. نكمل رحلتنا بعد برد، بس عندي شغلة اللي أروح الصبال زيت كالعادة، أبول الكربان والخزان يكون مستعد للرحلة الجاية بإذن الله. توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا ناجر قدام اللي فيه محطة البنزين، إن شاء الله نعبي بنزيننا ونرجع إن شاء الله. قربنا للمحطة، أنا أرتاح عليها لأنها ما عليها ضغط، مضطرفة أخذ راحتي أفول السيارة والخزان وأنا رد. مشتاقة من شاني وافي ما
خوي صنده لكن قاعد واقفتي شي اللي يا خلاقه واليوم ما